اليوم المعرض كان ما شاء الله معرض كبير جدا ومتنوع، يعني البطولة حقيقة يعني كانت قوية. طبعا هذه السنة أنا حكمت اللي هو نفاخ البوميرانيان، والطيور كانت حقيقة يعني بمستويات طيبة. إن شاء الله نتمنى لهم الجماعة التوفيق في السنوات القادمة، ولجميع الأشخاص اللي هم خارج الكويت أنصحهم منهم في المستقبل يزوروا المكان ويتشجعوا إنهم يجوا ويساندوا الجماعة اللي هنا. كلنا أخواننا في الخليج وضروري إن نكون على يد واحدة إن شاء الله. جزاكم الله خير. شكرا. جميل. طيب ان شاء الله يطلع الصوت. تحب التصوير انت؟ ايه.